اهلا بكل حضراتكم مره تانية. بنبتدي معاكم دلوقتي فقرتنا الحواريه الاولى، وهنتكلم من خلالها عن رياضه السومو، وهي طبعا من الرياضات المختلفه جدا. رياضه ظهرت في البدايه في اليابان وانتشرت بعد كده شويه بشويه، واصبحت يعني قاعدتها عريضه جدا جماهيريا في الكثير من البلدان. معانا النهارده بطل حقق ذهبيه في بطوله العالم للسومو بمنغوليا. تخيلت وهو داخل علينا ان احنا هنشوف شخص من الحجم العائلي، لقيت حد في منتهى الرشاقه اللي في الدنيا. فبنصبح على كابتن عبد الرحمن الصيفي. صباح الفل على حضرتك. اهلا بحضرتك. صباح الخير عليك يا كابتن. وانا كمان كنت متوقعه زي ما كريم قال، بس انا افتكرت كان معانا مره فقره وفعلا كانوا بيقولوا ان في وزن يعني قليل او يعني خفيف ووزن ثقيل، وتقريبا الوزن بيبدا من 85 كيلو بالظبط، 80 كيلو شباب. فانت كده وزن مفروض خفيف. أنا اول ميزان 85 كيلو، ده اول ميزان في الكبار. طيب نبدا بقى نعرف عنك الاول كابتن عبد الرحمن، يعني عرفنا كده حتى الجانب الانساني، يعني انت درست ايه، جامعه ايه، بتشتغل ولا لا، وبعدين ازاي انتقلت بقى او يعني رحلتك الرياضيه في السومو؟ هو انا كنت في مدرسه عسكريه رياضيه في اسكندريه، خدت فيها فتره الاعدادي والثانوي. طيب. فتره الابتدائي طبعا كانت في الحي اللي انا بعيش فيه اللي هو طنطا. بعد كده انتقلت في الاعدادي والثانوي للمدرسه دي بتاخد الموهوبين الرياضيه. حلو. كنت انا في الاول بلعب مصارعه الماني، ولغايه دلوقتي انا بلعب مصارعه بس، وجت فكره السومو من خلال المصارعه. وهل حققت في المصارعه نفس الانجازات العالميه؟ لا، في المصارعه انا بطل عرب في المصارعه، السومو بطل عالم. السومو يعني هي سومو مشتقه من كذا لعبه، مشتقه من المصارعه ومشتقه من الجودو، فيها كذا لعبه يعني. فالمصارعه ساعدت شويه ان انا العب في السومو. كانت اول حاجه ليا في السومو كانت 2016، رحت لعبت بطوله عالم في منغوليا، هم كلهم اتفاجئوا بيا ان انا جبت اول عالم، اول لاعب في القاره يعتبر يجيب اول عالم. بعد كونك بطل للعالم في رياضه معينه، مش شايف ان هي تستحق منك تركيز فيها اكتر، ولا انت برضو هتبقى بتمارس؟ ما انا برضو يعني انا جاي هنا من المركز الاولمبي في المعادي، معسكر في منتخب مصر المصارعه. إيه طول ما يعني دي حاجه بتسند حاجه، يعني المصارعه سند السومو والسومو سند المصارعه، فمركز في اليمتين يعني شويه. طب انت لما كسبت كان يعني انت خدت مركز اول؟ انا خدت اول في 2016، كنت اول لاعب مصري يجيب اول، كانت اول عالم شباب. اوزان كانت ايه؟ كانت 80 كيلو. كنت بلعب 80 كيلو. أوكي. بعد كده لعبت حاجه اسمها الورلد جيمز، دي زي الدوره الاولمبيه بالظبط، بتتلعب كل 4 سنين بس للالعاب الغير اولمبيه. كنت سني صغير شويه، جبت خامس فيها، كانت في بولندا. اوكي. بعد كده في 2018 لعبت كانت اول بطوله عالم ليا كبار، جبت مركز ثالث في تايوان. وبعد كده في 2019 جبت برضك مركز ثالث في ثالث عالم كبار في اليابان، كانت ثاني ميداليه. خلينا في الاول عالم، لان دي طبعا يعني جمله مهمه جدا، في ناس قفلت حياه كامله عشان تقدر طبعًا توصل للقب ده، ان انت تقول بطل عالم في رياضه من الرياضات. منغوليا والرحله دي اكيد كانت تفاصيلها كتير. اكيد طبعا. وانت رايح كان كنت موجود في وضع نفسي ما، وراجع وانت بطل عالم، مرحلة ما قبل وما بعد، بس في الرحلة دي بالتحديد كانت عاملة. أول احنا مشينا من هنا رحنا معسكر في أوكرانيا، كان أول معسكر ليا خلال السومو. فطبعا كنت أنا واخد معتقد عن اللعبة إن اللعبة عبارة عن زق وناس موازينها تقيلة ومش عارف إيه، طبعا ما فيش الكلام ده خالص. اللعبة دلوقتي وكمان اللعبة بتعتمد على 3 حاجات، الأقوى الأسرع الأمهر. فمش معتمدة على جانب واحد اللي هو القوة بس. عاوز الاقوى والاسرع والامهر، وبالذات في الموازين اللي هي الخفيفه اللي هو 85 كيلو وال 100 كيلو وال 115. فروحنا معسكر في اوكرانيا كان مدته 10 ايام، كان معسكر مغلق. اتمرنا مع الفريق الاوكراني واكتسبت خبره يعني شويه صغيرين على خلال ال 10 ايام. بعد كده انتقلنا لمنغوليا، طبعا كنت اول مره العب بطوله عالم، وكانت الصاله مليانه بالجماهير جدا، لان هي اللعبه رقم واحد في اسيا. يعني هي اللعبه رقم واحد في منغوليا وفي تايوان وفي اليابان، زي الكوره عندنا بالظبط، لعبه مقدسه. والسومو فيها الهواه اللي احنا بنلعبها، وفيها بروفيشنال اللي هي المحترفين. فاللعبه واخده حيز كبير قوي بره، يعني انا دخلت الصاله كان حوالي فيها من 30 ل 35 الف متفرج.